دونك اليوم المؤتمر هذا ياتي في اطار امضاء اتفاقيه مع جامعه سي كلامون فيرون في اطار يعني تبادل الطلبه وفي اطار يعني مواصله الطلبه نتاع لي اس بي دراستهم في سي كلامون فيرون. كيف كيف يعني اليوم فما مؤتمر صغير مؤتمر علمي يقدمه السيد ريتشارد سوبرانو في مساله الاستراتيجيات التصرف في المتغيرات دونك لو تيتر كوم بو ديتون لا دوفوار لو شانجمون استراتيجيك دون لي زورغانيزاسيون. والحضور طيب الحمد لله يعني من الجانب الاكاديمي وكيف كيف حضور من عدد شركات هنا في مدينه صفاقس. الشراكه هذه في وسط الفولي نتاع ليشونج دي ستوديون دونك نقبلوا طلبه من ويسي كلامون فيرون ونبعثوا كيف كيف طلبه لمده سداسي دونك اون سيمستر وكيف كيف يعني الطلبه نتاعنا يجبوا يكملوا يواصلوا دراستهم في ويسي كلامون فيرون بلاش ما يعاودوا يقراوا يعني دونك فما ريكونيسونس توتال نتاع لي كريدي اللي عملوهم هنا في تونس. On est ici pour promouvoir notre école en Tunisie, pour la faire connaître auprès des étudiants en formation initiale, en formation continue, voilà, pour promouvoir notre marque sur le territoire tunisien. Et puis évidemment aussi, et c'est l'objet de ma visite, pour signer un accord de partenariat avec l'ISB. C'est l'un des tout premiers partenariats en Tunisie que nous signons en effet, oui. Absolument. Sfax, parce que c'est une des capitales les plus dynamiques de la Tunisie, parce que c'est une ville très attractive au plan économique, au plan universitaire, et donc c'est une des régions et des destinations privilégiées pour notre école.